عليكم خوتي خواتي اولي سادتي في نهار جديد ولكن ماشي موضوع جديد. موضوع ديالنا هو نداء استغاثه لاغاثه قناه باخويا فلوق. كيف تعرفوا خوتي القناه يعني مهدده بالتلف لعدم تجاوب المشتركين، فلهذا كنطلب من الاخوان اللي عندي في فيسبوك الله يجزيكم بخير، عندي عدد كثير من المشتركين في فيسبوك واللي كنبارطاجي فيه الفلوغات ديالي الله يجزيكم بخير، حاولوا تبارطاجيو معنا الفلوغات يعني ما تخسر والو. انت عندك 100 الاخر عنده 50 الاخر عنده 70 الاخر عنده 90، لا تبارطاج هذا العدد غادي نهزوا القناه شويه. فلهذا اسلام راه زعلان طلع له الدم لعدم التجاوب، فلهذا الله يجزيكم بخير تجاوبوا معنا، حاولوا تبارطاجيو الفلوغات ديالنا باش نزيدو شي شويه بهاد القناه الفوق. فلهذا ما تخذلوناش، ما تنساوناش بلايك، ما تنساوناش باشتراك، المهم هو بارطاجيو معنا اصدقاء صفحه الفيسبوك الله يجزيكم بخير، بارطاجيو معنا بارطاجيو معنا بارطاجيو معنا، شكرا ونطلبوا من الله توصلكم الرساله والسلام عليكم. السلام عليكم.